بيقول لك يا عبدو أماندو ان النهارده في عالم كبير عايز يعمل تجربه مجنونه، وان هو يدمج بين توكينج بين وتوكينج توم ويخليهم رأس السفاره. الموضوع غريب شويه، وجبت النهارده عبدو أماندو عشان نكتشف العالم ده وكمان نكسر دماغ العالم ده زي ما انا بكسر دماغ عبدو أماندو دلوقتي. والنهارده محمود المحمص في مهمه سريه مع عبدو أماندو الكما. تكلمش ليه؟ امال صح، عالم هيعمل من توكينج توم بسطرمة. ماشي بسطرمة، انت جعان، انت صاحي جعان، افهم اللي بقول لك عليه. بقول لك هيعمل منهم رنجة. رنجة ايه؟ الله يسامحك، هيعمل منهم رأس الصفارة. يعني توكينج توم اللي احنا كنا بنلعب فيه التطبيق ده اللي بنقعد ناكله ونشربه وننيمه، وتوكينج بين التاني الكلب اللي بيقول يس نو، هو ده. الاثنين دول عايز يعمل منهم راس صفاره، ما تسالنيش ازاي. ازاي يا اخي؟ ده انا كنت بمسك توكينج توم دوت بخليه يقول كلام محدش كان يعرف يقوله. ايوه انا مصدقك طبعا، اكيد كان بيقول له قول حلبول لعبد الناي. وخلاص خلاص تعالى. شوف 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 هنا يا شباب، زي ما انتم عارفين البيب بتاعنا ده القص. ايه ده؟ مين ده؟ واحد صاحبك كان جاي يزورك. مين ده اللي جاب ده هنا؟ ايه، اوعى كده يا عم ترمي في البحر كده. اللي جايبه هنا يا عم اسكت. المهم قبل ما نروح للعالم ده لازم تبقى عارف التحصينة بتاعتنا اللي حولنا انا وانت محمود المحمص. التحصينة يا عبدو أماندو اللي حولنا انا وانت لرأس صفارة. تخيل كده محمود المحمص وعم رمضان رأس صفارة، يعني الموضوع يبقى غريب شوية. المهم يا شاب، يعني شكلك مقزز قوي يا محمود بصراحة. شكلك انت ولا انا؟ ولا انت ولا انا؟ مين فينا اللي بقى شكله مقزز؟ اكتبوا تحت. بس هيبقى شكلنا مرعب بصراحه. طب يا شباب قبل ما نبدا الوقت، قبل ما نعمل اي حاجه، لو عايزين العالم ده يحولنا لراس السفاره يبقى تعملوا، استنى عبده يكتب لكم تعملوا ايه يا شباب. اقول لك تعملوا ايه دلوقتي يا شباب. اهم حاجه، اهم حاجه تعملوا وين. ايه ده؟ والله ده زرار لايك يا زرار. والله لايك يا شباب. ومين عامل كريم بجد؟ مالك صغير كبر شوية. اوكي يا شباب ما تنسوش اللايك على المقطع ده، وكمان الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. يعني شوفوا عامل الصباعه دي ما بيعرفش يعمل زر اللايك. والله ظبطه ظبطه شوية هنا. ده طيب. مسدس مش لايك. ده سفينة سفينة اللي شايف. أيوة سفينة يكتب تحت في الكومنتات. تعال اركب اركب يلا، عندنا السيارة بتاعتنا الاسطورية الدوج تشارجر. سيارة بزر اللايك. الله ايوه زر اللايك. ولو عملتوا لايك دلوقتي هخلي لكم الزرار الزرار العربية دي بزرار الاشتراك. بصوا فين الالوان اهو بالاشتراك يا عم. يلا يا عم اعملوا بقى اشتراك، هخلي لكم باللون اللي انا بحبه. عملت اشتراك باللون اللي انا بحبه. شوف 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 اصبر اصبر. فرقعت الكاوتش. والله فرقع؟ انت فرقعته؟ لا والله ما فرقعته، ده هو لسه مفرقع دلوقتي. اعمل لها بقى صيانه بقى، ماليش دعوه بقى، انا عايز عربيتي ترجع سليمه بعد اذنك. اسمع اسمع، نجيب سياره ثانيه، محدش شاف حاجه. ماشي ماشي ماشي، اعتبر دي مش ايه ده. معلش معلش ولا حد شاف اي حاجه شاب، ولا كانكم شفتوا اي حاجه، يعني عملتوا لايك واشتراك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، اركب يا ماندو يا كوماندو. تعالوا نشوف العالم ده بيعمل ايه يا شباب، والحركات اللي عاملها علينا النار. ايه ده؟ بص على شمالك، بص على شمالك، بص على شمالك. يعمل اختراعات هياخد جايزه بوبل عليها. بوبل ايه بس؟ ده ينفخنا. بس اصبر انت، تعالى هنا. سيبهولي سيبهولي. ازر ازر، هو فين بس؟ انا عايز اشوفه هو ذات نفسه فين العالي. اوكي اللي فوق الكبير ده انا ما اعرفش ايه. والله في توكينج توم هناك، وفي توكينج بين. والله عبده فين؟ واقف قدام النهر، واقف قدام النهر. طب اصبر اصبر مش هتشوفه من هنا. اصبر اصبر، اركب 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 يا ولد، اركب. تعال تعال. والله السيارة يعني انت حاكم فيها خلاص، يعني كفايه. عارف يا محمود احكي إيه؟ لك حكايه. احكي لي حكايه. زمان من 1000 سنه كان نفسي ابقى عالم. انت كان نفسك تبقى عالم؟ عملت التجربه السحريه بتاعتي وللاسف محدش اقتنع بيها. عملت تجربه ايه بقى طيب؟ عملت تجربه ايه؟ ان انا اخلي البني ادم يعيش مليون سنه. طب ما انت عشت مليون سنه اهو يا عم رمضان. انا جربتها على نفسي بس. ايه ده؟ صح انت كنت عايز تجربها على البني ادمين، مش مشكله. انت كده كده محدش يعرفك دلوقتي لحد هيشوفك. خلينا نبص بس علينا. انا كنت بني ادم. انت كنت بني ادم زي البني ادمين؟ ايوه. امال انا كنت ايه؟ لما انت كنت بني ادم كنت انا صرصار يعني ولا ايه؟ لا انت كنت شريكي في المختبر. ما تهزرش، بس انا اللي اتحرقت. أيوة. صح؟ انت استعجلت بصراحه، قعدت جوه المختبر اكتر مني. ازرع عكش سنايبر. اصبر يا شباب نشوف لو معانا سنايبر هنا. اقسم بالله عايز اشوف الراجل ده. احلى سنايبر. ايه ايوه هو ده سليبر.
يا اخي سنايبر، انا عايز سنايبر. طيب خد سنايبر. ايوه سنايبر سنايبر. اوكي شوف، خلاص نشوف السنايبر. يا اخي مش عارف اجيب السنايبر، صعبه قوي. ايوه اهو تعال، عايزين نشوف. شايف الراجل ابو بدله سودا هناك يا ولد يا محمود؟ هو اللي هناك ده. او ماي جاد، علشان دوت ابني ده ابنك يعني؟ ده عالم زيك؟ الله. ايوه يا عالي، يعني ده ابن عم رمضان. طب ايه الوحوش اللي معانا؟ لازم تعال نروح نتكلم معاه، تعال نروح نتكلم معاه يا اخي. الوحوش اللي معاه دي، تعال اركب 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 اركب. او ماي جاد يا عالي، والله معاه وحوش مختلفه وغريبه وشكلها، ومعاه توكن كبير وتوكنج جوا توكنج توم. بس 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 انزل انزل انزل. والله شوف شوف يا عبد، شوف. او ماي جاد، ايه ده؟ ده عمل عم رمضان جديد ده ولا ايه ده؟ ده عم رمضان راس الصفاره. يا هلا والله، مقلوب ده ولا ايه؟ حصان ده ولا ايه؟ ده بيتركب يا اسطى. درجن 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 درجن. اركب يا عبد، عينيني. ايه ده؟ بس شوف راس الصفاره ده، راس الصفاره ده معضل والله. شاب عنده ترابيس وباي وتراي وسكس باكس، مش عند عم رمضان ذات نفسه. اول مره اشوف التحول يا شباب، اول مره اشوف راس الصفار ده. يكتب تحت في الكومنتات ويعمل لايك. وايه الارنب ده يا اخي؟ ارنب ده شكله طيوب، ايه اللي جابه هنا؟ والله شكله طيوب. شوف توكنج، ايه ده؟ انا بتسلق. ايه راس الصفاره ده؟ راس طويله ولا ايه ده؟ بتسلق. ايه ده؟ مين ده؟ ده واحد بس تقريبا راسه صلصال، شد له راسه وخلاص. وايه ده بقى؟ والله ده والله ده شكله رهيب، ده شكله يليق لك انت عم رمضان. يبقى الحصان بتاعك. ده الحصان بتاعي. بص نفس الصدر، بص نفس العظم ونفس البق ونفس كيس الكاتشب. او ماي جاد، قول لي شوف توكنج توم هنا. بس ده القط الاسود انت التاني. انت محمد، انت اهو. ايه ده؟ انت لما تتحول لرأس الصفارة. يا هلا، انا لو تحولت رأس الصفارة بمنظري ده بعد كده. طب انا راضي ذمتكم، اصبروا نجيب كاميرا. كاميرا كاميرا كاميرا. ايوه هات كاميرا، شوفوا. اصبروا. او انا راضي ذمتكم، انا هبقى الشخصية. الجميل ده المحمص ده هيبقى الشخصية. بص عليا طيب، يعني تأملوا فيا كده بالله عليكم. انا ينفع ابقى اللي هناك ده؟ خلاص خلاص شوف. ايه ده؟ مين ده؟ طب والله ده رهيب، ده شكله طالع من لعبه كده، فاهم؟ اصبر كده اما نجربه. اقدر اتحكم فيه؟ بس اصبر عشان ما يشوفنيش. بس والله اتحكم فيه يا شباب، شوفوا. اني ني ني ني. اوكي انت مش فاكرني. اروح اجربه على العربيه، اروح اجربه على العربيه. اصبر اصبر يا عبد، اروح اجربه على العربيه. والله لا اي حاجه، ضعيف كوكو ضعيف. اصبر احطه تاني. انت بتكلم مين؟ بتكلم مين؟ بتكلم مين؟ هو الخاص دلوقتي مع هذا العالم. اسمك ايه؟ بقول لك ايه، الواد ده مش ابني. بص شكله غريب صح؟ لا ما يليقش على ابنك خالص. يعني انت ابنك ممكن يبقى شبه البيضه، يبقى شبه الكمتريه، لكن ده شكله مش ابنك خالص. ده شكله راجل محترم. لا مش تبعنا. طب بقول لك ايه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص يا عم العالم، انا سمعت كده انك عايز تعمل توكنج بين وتوكنج توم لراس الصفار. وانت رحت فين؟ لراس الصفار. ايوه يا حبيبي، انت مش شايف جميع الكائنات اللي انا محولهم دول؟ دول كانوا قطط وكلاب. يعني كل دول كانوا قطط وكلاب وانت حولتهم لرؤوس صفارة كده؟ ايوه. طب يعني انا عايز اعرف حاجه، يعني انت ايه هدفك يعني لما انت تحوله؟ هدفي ان انا سيطر على العالم. على فكره عادي، انا وعبد مندو بنسيطر على العالم من غير ما نحول حاجه. ايوه يا عم، احنا كل يوم بنسيطر على العالم من غير ما نحول اي حاجه. ممكن اخليك عبد تحول سمكه. عبد سمكه، انت في الميه. شوف شوف شوف. ولا اي اي، ايه ده؟ ايه ده عبد؟ مين ده؟ في خنزير كده ظهر هنا. ايه ده؟ مين ده؟ مين ده؟ ده مسيطر على العالم بجد ولا ايه؟ اقسم بالله بلاصه. مسيطر على العالم وعلى البحر وعلى كله. او ماي جاد، خش البلاعه دي خبيني فيها. والله اوكي مش هدخلني. بلاش البلاعه، بلاش البلاعه يا اخي. ازاي طيب؟ طب انت ازاي عملت كده الخنزير اللي ظهر واختفى ده؟ كل دوت بالتفكير المخطط له من الاف السنين. والله انت شبه يعني شخصيات كده كنت اعرفها. اشتبي اشتبي لي ضب، اشتبي لي ضمضم يا سياس. عارف اشتبي نظام؟ عارف سر. ايوه انا إيه؟ ايوه انا اللي اعملهم. وانا اللي لحيتهم بايدي وقررت ان انا احتل العالم برؤوس السفرات. برؤوس السفرات.
طب بتحداك انا وعبدو ماندو ضدك وضد كل الوحوش اللي معاك دولت، وهنقتل توكينج بين وتوكينج توم قبل ما يتحولوا لرأس الصفارة، فاهم ولا مش فاهم؟ انا هنفجرهم. يلا عبدو نجرب بسرعة. فاكرين نفسكم هتقدروا عليا؟ انا اكبر عالم في التاريخ ده. لو في ايديا انت مش عالم، انت مش عالم. امال هو ايه يا اسطى؟ عالم عالم عالم. اذا كان كده ماشي ماشي. يلا تعال اركب اركب يا ماندو، خليها جايز نفسها يا ماندو. يا اسطى بتدوس على رجلي ليه؟ موتني. خلاص خلاص، تعال عند البيت، تعال عند البيت، مش مشكله مش مشكله. المهم انا، المهم انا عبد. المهم اصبر اصبر، خبطت خبطت، تعال عند البيت بسرعه. يلا يا شباب دلوقتي هنجهز شويه اسلحه نوويه وشويه اسلحه كده اسطوريه عشان خاطر نشوف. شوف اللايك اللي معمول على البيت، عشان اللي نسي يحط لايك يفتكر من اللايك اللي معمول على البيت ده. يعمل لايك دلوقتي، اعمل لايك واشترك في القناه. ربنا يستر يا شباب. والله انا خايف من التحول ده. ترى شكل التحول هيبقى عامل ازاي لما توكينج بين يبقى مع توكينج توم والاثنين يتحولوا لراس الصفاره؟ الموضوع هيبقى غريب. اوكي انا معايا اسلحه ايه؟ خلونا نشوف. اوكي انا معايا هنا زي ما انتم شايفين الرشاش، معايا هنا السكين، وكمان معايا هنا الايه تاني؟ معايا هنا يا عبدو الجولدن ايجل. جولد ايجل ده اسطوري. شوف بس يعني انا معايا ايه؟ معاك ايه؟ ايه ده؟ ده مرمي على الارض، ده مخ. ايوه مخ. بص انت مخك واقع منك يا لا باكله. لا لا ده في في على الارض اهو تحت رجلك بجد؟ في شويه على الارض. طب بقول لك ايه؟ مش عايز شويه؟ لا لا مش عايز شويه يا عم، وانت تدوس عليه وتقول لي خده. لا 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 شيل يا عم، شيل يا عم، شيل شيل شيل. افرقعه والله، افرقعه يا عم. دول خليهم معاك عشان لما تصاب يدولك هيلث. ايه ده بجد؟ خلاص اضربني كده طلقه، اضربني طلقه. لا اللي انا ضربتك بده انت رحت فيها. خلاص اصبر اضربك بالبيستو. كل كده شوف بيعيل. لا طلع ما بيزودش. قلت لك يا بيعطل ذكاء، ما تشغلش دماغك. بطني طلع بيوجع البطن اصلا. اوف. خلاص هموت يا محمود، هموت. ما تموتش يا ماندو، ما تموتش يا ماندو. اديك بالشمش ما تعيش. الحقوني. خلاص خلاص الحقوني. ايه ده؟ الحقوني. ده ضرب في الارض. استغاثة استغاثة، عم رمضان بيموت. امسك بقى سلاح بقى، اصبر بقى. خلاص خفيت. ايه ده انت عملت كده خفيت يعني؟ الحمد لله. اصبر طيب. يلا اجهز بقى، اجهز. ايه ده؟ الارض بتتهز يا عبدو. ولا عبدو ازال ازال يا اسطى. بيتخانقوا هناك، بيتخانقوا هناك. الارض. لا مش بيتخانقوا يا اسطى، دول نازلين المايه كلهم. يو يا عبدو بيكسروا بعض يا عبدو. لا لا دول نزلوا المايه يا عم. والله راس الصفاره بيتخانق اهو. شوف شوف المعضل، المعضل جاي. والله المعضل رجع اداله واحده كده. جاد ديم. توكينج توم والتوكينج بين فين؟ توكينج توم والتوكينج بين راحوا يحكوا قصه وجايين. لا عبدو 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 تعرف نحل المشكله دي. عبدو عبدو بيخلوا في وسط الغابه. شايف الدخان اللي طالع من وسط الغابه؟ شايفين الشاب؟ وشوفوا الحيوان اللي بتاع رمضان داخل هناك اهو. هم هم هتروح لهم ازاي؟ يو والله ده دمه 12 مليون يا عبدو. العملاق ده دمه 12 مليون. اصبر بالجولدن ايجل، الايجل ده اتوقع بضربه واحده. والله بالشبشب اصبر، احاول اصطاده بالشبشب. ماشي فين الشبشب سليبر؟ لا لا ده فلاش. الراجل ابو رقبه طويله ده مصاب، والوحش اللي جنبه هم موتوهم كلهم. حد ميت هناك. انا عايز احذف الشبشب. موتوا العالم صاحبهم. تعال تعال تعال، اتوقع موتوا العالم. تعال عبدو تعال اديله بالشبشب هيموت. شوف شوف انت بتضربه بالفلير جن يا غبي. انا معلم بنور بس بنور عشان مش شايف. تعال تعال، هو فين فين العملاق ده؟ انا خايف بس يضربني كده بالغلط. اوكي فينه؟ انا شايف ان هم بيتخانقوا هنا. انا مش مش عايز اخش في وسط الغابه الضلمه دي يا شباب. انا مش شايف حاجه في وسط الغابه دي. منور انا منور. خايف الاقي حد في وشي منه. اوه ما فيش حد في وشي. ده بيتخانقوا هنا. هم 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 هم. اوه يا ابو راس طويل اهو. ايه ده؟ حذفته بالشبشب ما بس ما ماتش. انت شايفهم؟ اه انا شايفهم. هو انا فوقيك. اصبر اصبر انا فوق الشجر، انا خايف انزل بصراحه. اوكي ضربته بالجولدن ايجل ده ولا اي حاجه. هو دمه بقى كام؟ اصبر والله دمه نقص شويه شويه. صغيرين يا شعب يا اخي مش طبيعي. متاكد يا ابني هنقدر عليهم؟ اه يا عم تقلقش تقلقش. انا خايف. تقلقش، هم اصلا ماسكين في بعض بيتخانقوا مع بعض يا اخي. ايه الحلقه في الغابه جوه؟ الوحش بتاعك يا عم رمضان. شوف شوف فين فين. كم كم سد سد. هاي هاي حاسب عبدو، حاسب حاسب حاسب. بيجروا على احنا عبدو. اجري اجري جايين علينا، جايين علينا يا عم. اجري اجري. تعال. اوه ماي جاد. يو يو عيل شوفوا توكي. والله حرب ايه في التوكي جيتهم من الموضوع ده.
اوكي الحلة اللي معايا دي اتوقع لو ضربت بيها ده بيموت. حاسب كده. اوه ايه ضربته تحول لجولد حدو. ايه ده ضربته تحول لجولد. يا ماي جاد لا يكون بقى اقوى. اصبر ده دمه لا 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 هو انتهى خلاص انتهى انتهى. ايه يا عم دمه بص اسطوري. اصبر اصبر يا حول الله. المفروض ان انا كان معايا سلاح قوي يا شاب بضربه واحده. فينو؟ ايوه هي ايوه هي دي. لو حذفتها الزرع بتتحذف او بتتحذف. ايه ده انت موتتني انا. ايه معلش معلش والله غبي ماتوا والله غبي كلهم ماتوا ماتوا يا عبدو. او توب على السلاح بقى. واو بالجولدن ايجل. شرير يا مستخدم اسلحه غير قانونيه وشرعيه سوف تذهب الى المحكمه. يا عم محكمه ايه بس يا عم استنى لما نشوف عملوا ايه في اصحابنا التوكينج توم والتوكينج بين اللي عاملين طفولتنا كلها. عايزين يحولوهم لراس الصفاره مجانين دول ولا ايه؟ تعالى تعالى غريبه هنا انا هناك. ايوه انا جيت لك ايه ده مين ده مين ده مين ده ايه ده المساعد بتاع العالم. لا ما تقوليش ان ده العالم. والله عالم. استنى بس ايه العالم احنا خربنا المهمه عامه. شوفي عبده مين مات هنا. او ماي جاد مين توكينج توم. توم بوسيكات مات. بوسيكات مات ده لمصلحتنا طبعا يا شاب. ده كان زمانه راس صفاره دلوقتي بيتخانق معانا. بس اقسم بالله هلب ايه هلب ايه هلب ايه هلب خلاص خلاص انا اسف. طب هنعمل ايه دلوقتي انت اللي عندك الحل. الحل هنعمل ايه؟ احنا نروح. يلا بينا نروح. اركب يلا يا عم اركب. انا بقيت اخاف اركب معاك تموتني يا عم. لا انا بس موتتك المره دي بس عشان انزل كده يا اسطى. بعد اذنك انا عايز اسوق المره دي. بعد اذنك يا عبده بتعرفش تسوق اصلا. اخرك تسوق توك توك يا عبده. بتسوق دي ليه؟ لا 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 ماشي لا انا سوق. انا بسوق بطريقه محترمه. ودينا عند البيت. طيب ودينا عند البيت. ودينا عند البيت. روح روح روح. يا سلام عليك واحده تخميسه بقى. يا سلام الله اكبر. اوب خرمت انزل. للعربيه في الشجره. مخاخ كل مخاخ كل خش 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 مخاخ ايه خش خش خش. اصبر بقى عشان هنجهز الخطه اللي جايه. يا ابني هتعرف تركب الغزاله دي يا ابني؟ هتعرف تركبها؟ اركب. ايوه ارجع ورا سن. ارجع ورا سن. ايوه يا عبد بس شاب تمشي بيها. خلاص امشي امشي غزاله غزاله امشي 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 بس انت موتها. في كلب في كلب. اصبر اصبر مرمي القروش. خلي القروش ياكلها. خد قروش. ايه لا لا مفيش حاجه مفيش حاجه مفيش حاجه مفيش حاجه. انت موت الكلب. هو بتاعك. ايوه بتاعي. ما هو شبك. هو يا عم اوعى هدفنهولك. ما تدفنهوش. هرمين القرش. هرمين القرش يا ابن اللي شرف الدفنة. سيب بعد اذنك يا عم. انت بتدفن واحد يا عم. سيب بقى يا عم سيب. الان سيداتي انا سيادتي هندفن الكلب دوت دفنة طليق بالموتة بتاعته. وي لا 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 وندو يا بندو يا ابن المبندو. المشوار بعيد المشوار بعيد. خلاص خلاص يلا. انا ماليش غيرك يا قطتي يا جميله بجد. بص الكلب. انا بعشق القطه تبع موت سيبالي. بص اجيب لها الفار ده عشان تاكله. روح هات روح هات. هو داخل هو داخل اهو. خش خش مش عارف اشيله اهو. خش خش. فار يا قطه فار. ايه ده ايه ده حبتني يا اسطى حبتني حبتني. كم هير. ايه ده لا 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 كم هير. دي قطتي يا عبدو. دي قطتي دي قطتي. هات الفرده كده. لا 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 كلي 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 ده جايه. كلي ده يلا سيبها يلا. لا يا يا عبدو جايالي جايالي يا محمود جايالي يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي. اكلت الفار يا اسطى. اكلت الفار يا اسطى. بل ده تاكل بلعت الفار. طب بص عشان انت وهي ايه ده. لا انت والقطه. اموت اموت. انت والقطه. لا احسن مولع شاح. لا انت مش عايز يولع. اقول لك بيه ولع ازاي. اصبر اصبر القطه يا مجنون. هتولع في القطه. لا لا خرجتها خرجتها. بخت عليك بخت عليك. بس 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 يا قطه. بس نهرب. بس بس القطه نهرب. اصبر في فين بتاع. ايوه ولعي بقى. اموت ايه اموت ايه. طب تعالى شافت حاجه. شافت حاجه. شفت يا قط. يا بص هنا. بص ايه ده ايه ده مين اللي هناك ده. انت وحش من وحش الباك روم يا عم. انت بتوحش من الباك روم. ايه ده شكله توكينج توم على توكينج بين. لا يكون عملها. لا يكون. انت بتتكلم كليه. طب اسمع الصوت العالي. بص لو قربت من القطه هتبخ عليك. شايفين يا شباب القطه بتبص له ازاي. بتبص لوحش. روح كده
روح كده هتبخ عليك هتخاف منه. لا لا بتكره المايه بتكره المايه قطتي قطتي يا عبد. انا مين موتني بقى؟ سمكة مين موتني؟ سمكة القرش. لا مفيش سمكة قرش حواليا والقطة ماتت. هو اللي بينزل في البحيرة دي بيموت. والله كان في سمكة قرش على حول. انت مت انت كمان؟ ايوه عضتنا وعضت القطة سمكة القرش. القطة ماتت للأسف. تعال تعال نخلص من الوحش ده وخلاص. تعال نخلص منه. هو بقى أو كل يوم اقول بقى انا تعبت بقى انا تعبت بقى يا عم انت يا عم انت بقى بقول لك ايه ايه ده هو شغال يا اسطى ولا ايه؟ بيموت يا عبده بيموت بيموت. ها طب قول بس بس كده. خلاص بس ولا تقول لي توكينج توم ولا توكينج بي. ايه ده السمكه الكبيره اللي هناك دي فين؟ قول لي دي ميجلادون. دي ميجلادون. انت جايب زمج في البحر؟ ايوه زمجلادون. تعالي تعالي انزل المايه لا تموت. انزل انزل المايه يا عالم. واقفين ولا ايه؟ مشغلين المفروض. حبيبتي ازيك وازاي يا حبيبي؟ خلاص خلاص يا عبد خلاص. وي وي بص يا محمود بص 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 على الصاروخ. تقول لي بص على الصاروخ وفي الاخر تقتلني. انا عارف الشباب عايز يقتلني. طيب يا شباب زي ما شفتوا قصيت المقطع. اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم. زي ما شفتم خربنا العمليه الحمد لله يعني عشان ما تحصلش. كانوا عايزين يحولوا عين الحيوانات لراس الصفاره. يعني شايفين الكلب الجميل ده؟ ايه ده ده ايه ده؟ ايه الكلب الكبير؟ لا ده نمر ده نمر. كنت فاكره كلب. يا غزاله الحقيني كل الغزاله ما تاكلني. ده كلب الغزاله بجد. ده كلب الغزاله بجد. بس شباب ما تنسوش لايك واشتراكوا وتفعيل زر التنبيهات وصلوا على النبي. حطوا لايك واشتركوا في القناه وتابعوا قناه عبد المندو وقناتي. ما تموتوش يا اسطى صاحبي انا بعرف اربيهم بالله عليك. ما تموتوش ما تموتوش ماشي بس. هاي هاي جاك تعال هنا تعال هنا يا ابني. انت عامل ديسيبل سينجس؟ لا يا حبيبي اهو تعال هنا شوف يا ابني هتموته يا ابني. كاتش 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 بوبي كاتش يا ابني انت بوظته يا ابني يا ابني بوظته يا حبيبي. كده يموت كده يموت كده يموت كده ميت خلاص خلاص. عايزه قتلت فين ودفنت ليق بيه. يلا استنى احفر له. ومن كده ليه؟ انا بحفر له بحفر له بحفر له. ومن كده ليه؟ طب يا شباب ما تنسوش اللايك والاشتراك واشوفكم مقاطع على خير الله. وبس سلام.